لله الحمد. دكتور، يا ترى شنو هي اكثر الحالات وخلينا نقول امراض العظام اللي يعانون منها المرضى في دوله الكويت؟ طبعا الخشونه هذه بالعالم كله، مشكلتنا بالكويت اللي زايده السمنه، واللي اكبر من هالمشكله هذه الحوادث. يعني انا في امراض كلمه حوادث مروريه، حوادث مروريه، حوادث البانشي والبقي والسياكل يعني دائما الدول تقسم الامراض الى امراض تحاول دائما نحاول الوقايه قبل لا نبدا بالعلاج. صحيح. فدائما لما يصير عندنا في سلسله امراض معينه دائما نحاول نشوفها من البدايه كيف بامكاننا وقايه منها. صحيح. للاسف الحوادث ممكن الوقايه منها. وعندنا ترى نسبه كبيره لو تشوف تخصصات العظام، الجزء الاكبر مجهود الاطباء والممرضين والاجنحه مشغوله في الحوادث. لا لا يا ساتر. إيه. لكن اذا تبي كامراض عندنا طبعا الخشونه، عندنا جزء منها السمنه، طبعا الامراض الحديثه امراض العصر اللي فيها الام في الرقبه، الام في الظهر، هذه تعتبر من امراض العصر بسبب استخدام الكمبيوتر، التليفونات، الامور هذه. وعندك بسبب العمر الافتراضي للبني ادم او الانسان لما تكون صحه بالبلد زينه العمر الافتراضي يزيد. نعم. فتبدي عندك امراض الشيخوخه مثل الهشاشه. هشاشه العظام. نعم. يلا.